مرحبا واهلا فيكم بفقره جديده من فقرات حياتك اسهل. في الفقره الماضيه خبركم الدكتور رامي تفاصيل عن المثانه العصبيه وانها بتعمل نوعين من المشاكل وكيف المصابين بيتعاملوا معها. اكيد لحتى الدكتور يقدر يوصف علاج مناسب للشخص المصاب لازم يعرف لاي درجه المثانه متاثره بالاصابه، وهالشيء اللي بهالفقره الدكتور رامي رح يخبركم عنه. رح يخبركم عن الطريقه اللي بيشخص فيها المثانه العصبيه وكيف بيقرا التخطيط لحتى يوصل للتشخيص الصحيح. بدي اكرر شكري للدكتور رامي العزب على المعلومات اللي بيقدم لنا اياها، وبدي اطلب منكم تتابعوا الفقره لنهايتها لحتى تشوفوا جهاز قياس وظائف المثانه وتستفيدوا، وشوفونا بالفقره الجاي من فقرات حياتك اسهل. السلام عليكم. بالمره الماضيه حكينا عن انواع المثانه العصبيه، اليوم راح نحكي كيف نشخص المثانه العصبيه. المثانه العصبيه اولا وقبل كل شيء لازم الطبيب يعني يجد وقت كافي يحكي مع المريض ويبدأ معه قصة التبول وكأنها قصة، كيف تصحى من النوم، كيف تشعر بالامتلاء، كيف تروح على الحمام، كيف تبدأ التبول، كيف بتحس أثناء التبول وكيف تحس بعد التبول. كل هاي الأسئلة بسيطة ولازم المريض يجاوب عليها. بعد ما يجاوب عليها المريض بنقرر إحنا قديش رح نعمل فحوصات معقدة. الفحوصات البسيطة هي فحص تدفق البول اللي بيصير بالعيادة، اللي المريض بيبول بجهاز وبنعرف كيف سرعة التبول تبعته، بنعمل له ألتراساوند اللي هي صورة تلفزيونية قبل وبعد التبول علشان نعرف انه هل بيفضي كويس ولا بيظل في بول بالمثانة. إذا كانت الحالة شوي معقدة والعلاج مش قاعد بيستجيب له المريض كويس، بنلجأ لفحص شوي صعب لكنه بيشخص الحالة بشكل دقيق اللي هو اسمه فحص وظائف المثانة. يعني منكرر حياة المريض أثناء الامتلاء وأثناء التبول، منكررها أمامنا وهو الجهاز قاعد بيراقب. فمنحط قسطرة صغيرة وعلى هالقسطرة في سنسر، في حساس بيشوف كيف ضغط المثانة قاعد بيكون أثناء الامتلاء. فمنعبي المثانة شوي شوي بسرعة بسيطة مش عالية حتى المريض ما يتفاجأ وما ينزعج، وشوي شوي نبدأ نعمل كيرف كيف ضغط المثانة بيزيد. نعطيك يعني سيناريوهات اثنين. المريض اللي عنده مثانة متشنجة اللي حكينا عنها بالمرة الماضية، مجرد ما تبدأ ضخ السائل الملحي العادي داخل المثانة ضغط المثانة بيرتفع بشكل سريع جدا. هاي نسميها over active bladder، مثانة عصبية فيها فرط نشاط. أو ممكن أنه نعبي المثانة لأكبر من السعة المطلوبة، يعني الإنسان الطبيعي بيستوعب بين 300-350 سي سي، وصلنا 500 وصلنا 600 ولسه ضغط المثانة واطي، معناته المثانة ضغطها واطي وسعتها عالية جدا والمريض مش حاس. وأثناء الفحص نسأل المريض بإيش حاس ومنسجل أنه المريض صار عنده ألم، صار عنده انزعاج، ومنسجل النقاط التالية: إمتى بدأ يشعر بالامتلاء، إمتى الامتلاء صار واضح، إمتى بدأ يشعر بأنه حشران ولازم يروح الحمام، إمتى بدأ يحس أنه مش قادر يسيطر على البول أو صار عنده ألم بأسفل البطن. منحط كل هاي الأشياء ملاحظة على الكيرف الموجود عندنا، وبيجي الدكتور الأخصائي أو الدكتور المقيم بيشرف على هذا الموضوع وبيطلع عليه على الفحص، بيقول والله هذا المريض عنده زيادة في نشاط المثانة أو هذا المريض عنده شلل في المثانة ومش قاعد يحس فيها. الفحص موجود أمامكم هون، وكل بساطة إحنا منقيس ضغط المثانة وضغط البطن وضغط صمام اللي بيسيطر على البول، وبنبدأ نتطلع عليهم مع بعض. زي ما احنا شايفين المريض اللي قدامنا بدون ما نحكي اسمه ضغط المثانة واطي جدا وظل واطي عبين ما عبى المثانة، بعدين بلش يزيد شوي شوي. هنا معناته ضغط المثانة واطي. معظم المرضى بينزعجوا من هذا الفحص بس بداية أول خمس دقائق، عشان هيك احنا بنعيد الفحص مرتين، أول مرة بروفا بعدين نعيد الفحص المرة ثانية حتى المريض ما يكون استخدم عضلات البطن وأعطانا انطباع غير حقيقي عن الفحص. وفي نهاية هالفقرة رح تشوفوا الغرفة اللي فيها جهاز قياس وظائف المثانة وكيف آلية الفحص. الغرفة بتكون مقسومة لجزئين بواسطة ستارة، جزء فيه سرير للفحص بيستلقى عليه المصاب ومعه جهاز التصوير إكس راي. قبل الفحص بيثبت له أنبوب مطاطي أو بربيش باللهجة العامية، بربيش في مكان قسطرة البول وبربيش في مكان الشرج. هالبربيشين ومعهم جهاز التصوير كمان مشبوكين مع جهاز موجود في الجزء الثاني من الغرفة خلف ستارة،
واللي بيكون متواجد فيه فن التصوير وطبيب المسالك. من خلال هالجهاز الموجود معهم بيقدر يضخوا السوائل بالمثانة لحتى يراقبوها مع جهاز التصوير إكسري. وطبعا خلال الفحص عبر ستارة بيتم سؤال المريض عن إحساسه بالامتلاء وغيره، مثل ما شرح لكم الدكتور بالفقرة.